الندوه كانت ندوه في اطار برنامج ندوات اللي نظمها المجلس الوطني لحقوق الانسان بمناسبه الذكرى العشرين لمسلسل الانصاف والمصالحه، وكان الموضوع الموروث الثقافي في العلاقات بين المغرب واسبانيا والبرتغال. كانت ندوة قيمة في الحقيقة، تفاعلية، ساهم فيها الأستاذ دكتور ألبارو فروتوس من إسبانيا، وكان مسؤولا عن ديوان رئيس الحكومة السابق فيليبو غونساليس الزعيم التاريخي للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني لمدة ما يقرب عن 13 سنة تقريبا، وأدلى بتصريحات وبمعلومات مهمة دقيقة حول هذه العلاقات من داخل المطبخ السياسي إن صح التعبير. كذلك كانت مداخلة الأستاذ أحمد شارب عن العلاقات بين المغرب وخصوصا البعد التاريخي بين المغرب وإسبانيا، وكان من دور تيسير وجاب ربي التيسير تيسير هذه الندوة، طبعا بالإدلاء رأيي فيما يتعلق بهذه الهوية المشتركة، بالمشترك بين المغرب وإسبانيا، بتطور هذه العلاقات في اليوم حاليا، هذا التطور الملموس والمهم، هل سيستمر أم لا، هل إن أتى اليمين ستتراجع الحكومة الإسبانية، ويبدو بالملموس بكل أدلة أن إسبانيا الآن وجدت مصلحتها في هذه العلاقات بهذا الشكل وفي الاعتراف بمغربية الصحراء بشكل واضح، والدول تبحث عن مصالحها قبل أن تبحث عن عواطفها.